أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا هذا اليوم بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حكيم دبي. وأعرب الملك المفدى خلال الاتصال عن أصدق تعازيه وخالص مواساته لسموه في وفاة شقيقه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رحمه الله، سائلا الله جل جلاله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وأسرة آل مكتوم الكرام جميل الصبر والسلوان. وأشاد جلالته حفظه الله بمناقب الفقيد الراحل ودوره وإسهاماته الطيبة في نهضة وتطور دولة الإمارات العربية المتحدة وتقدم شعبها الشقيق. وقد عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن بالغ شكره وتقديره لأخيه حضرة صاحب الجلالة على تعازي ومواساة جلالته وما أبداه من مشاعر طيبة ودعوات صادقة، ضارعا إلى المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويمتعه بدوام الصحة وموفور العافية.